الرحمن الرحيم. دي اخر محاضره في التست اكزامينشن، واخر حاجه اللي هي الاوسكالتيشن، يعني اخر حاجه خالص. اخر حاجه في الاكزامينشن ان انت تحط السماعه وتسمع التست. طيب احنا عارفين اللاينز والسبيسز اللي احنا اتكلمنا عليهم في البركشن، لان هم اللي موجودين في الاوسكالتيشن، نفس اللاينز اللي انا بسمع فيها وبحطه وبقارن سبيس باي سبيس على الناحيتين، وبشوف الايكواليتي وبشوف كل حاجة على الناحيتين زي ما احنا اتعلمنا في البركشن. فايه اللي انا بشوفه او ايه اللي انا بسمعه او ايه اللي انا المفروض اعلق عليه اول ما بسمع احط السماعة؟ تمام. فاول حاجة بعلق عليها البريس ساوند نفسه، الانسبيريشن والاكسبيريشن بتاع البيشنت نفسه، اخباره ايه، الانتنسيتي اخبارها ايه، الكاركتر اخباره ايه، لو في اي كاركتر موجود. تاني حاجه بعلق عليها الادفنتيشوال ساوند. ايه الادفنتيشوال ساوند؟ ان انا بسمع كريبيتيشن او بسمع ويزيس او بسمع بلور الرب. فاول حاجه بشوفها اول ما بحط السماعه او اول حاجه لازم احطها في دماغي ان انا اسمعها، وهي البريس ساوند. تاني حاجة الادفنتيشوال ساوند اللي هي كريبيتيشن او ويزيس او بلور الرب. بعد كده في حاجات سبيشال خاصة بيها زي السكشن سبلاش والكوين تيست، ودي ناس كتير. فيزيكولار ده نورمال بريسنج، بيبقى عبارة عن انسبيريشن واكسبيريشن، والانسبيريشن اكتر من الاكسبيريشن. برونكو فيزيكولار بيبقى الانسبيريشن قد الاكسبيريشن بالظبط. توبيولار بيبقى الانسبيريشن قد الاكسبيريشن بس فيه هالو وسطيهم. هالو دي اللي بنسمعها لو حطينا السماعة فوق توبيول، عشان كده بيسموه توبيولار. لو حطت فوق التراكية ممكن نسمعها، لو حطيناها فوق البرونكاي ممكن نسمعها، لو حطيناها فوق امفورك او كافيرنس، دي لو اتحطت فوق كافيتي يعني في لونج ابسس مثلا او حاجة وحطيت السماعة فوقيها فممكن. الفيزيكولار ساوند وده المفروض اللي هو النورمال اللي بيبقى موجود في العادي مع في النورمال ديفيوليشن. الانسبيريشن والاكسبيريشن، الانسبيريشن اكتر من الاكسبيريشن، مفيش اي بوز ما بينهم. النسبة ما بينهم 3:1 زي العادي، والاكسبيريشن بيبقى قليل وشورت وصفر. تمام. ده بيستمع all over the chest، وده اللي هو تاني حاجة بعلق عليها اللي هي الانتنسيتي. يعني ايه الانتنسيتي؟ يعني هو المفروض ان هو نورمالي بيبقى زياده لو ده طفل صغير او ناس السن، يا اما بتقل في الناس اللي هي الومن عشان البريست، الاوبيس عشان الفات، الناس الاولدر بيشنت علشان البريسنج بتاعهم بيبقى شالو بريسنج، او يعني البريسنج بتاعهم بيبقى ضعيف فبالتالي الصوت بيبقى قليل نورمالي. طيب يا اما ديكريزد اب نورمالي، ان هو يقل abnormally لو في اي airway obstruction زي في حالات الازمة والامفيزيما، لو في restrictive lung disease، اي disease هتأثر على الترانسميشن بتاع الاير، فده بالتالي هيخلي البيرث ساوند قليلة، خاصة بقى لو في بلور الافيوجن مثلا او نيموثوركس او البيرث ساوند. في حاجة اسمها vesicular breathing with prolonged expiration، يعني هو vesicular زي ال vesicular بس الفكرة ان ال expiration هيبقى ايه، طويل اطول من ال inspiration. ده بيبقى ايه بسبب decrease the elastic recoil بتاع اللنج و increase the resistance بتاع ال airflow. بيبقى في حالات ال COPD، الانفيزيما، الازمة، كل دي حاجات with prolonged expiration. في برونكو vesicular البرونكيال اللي هو بيبقى ايه هاف واي في الكاركتر ما بين التراكيال والفيزيكولار، شبه التوبيلر بس فيه برضو لونج، بيبقى توبيلر بس فيه لونج والاكسبيريشن بتاعه بيبقى لونج، مفهوش البوز اللي ما بين الانسبيريشن والاكسبيريشن زي الفيزيكولار. يعني هو
في كاركترز من التوبيولر وفي كاركترز من الفيزيكولر. فهو واخد من الجزئين من التوبيولر ان هو شبه التوبيولر بس فيه لونج اند ويل بريزيرفد اكسبيريشن، وشبه الفيزيكولر في ان هو ما فيش بوز ما بين الاسبيريشن والاكسبيريشن. ده بيبقى السمع فين؟ ممكن حوالين النورمال، ممكن اسمعه حوالين الباراستيرنال او الباراسكابيولار ارياس، او لو في كونسوليديشن او سيمبلور الافيوجن، اي حاجه اللي هي بارشلي كومبري سنجل الفيولاي نوت. البرونكيال بريس ساوند في انسبيريشن بيبقى ادي الاكسبيريشن وفي بوز ما بينهم اللي هي البرونكيال او التوبيلر، في بوز ما بين الانسبيريشن والاكسبيريشن، والريسبيريشن بيبقى ليه هاي فريكوانسي لاود وهالو اند بلو. الديستريبيوشن دي ممكن اسمعه لو فوق تراكية او في او فوق برونكاي، ده معناه انه في ابسنس للالفيولار اير اند اتس ريبليسمنت باي ليكويد، يعني ما فيش الالفيولاي ما فيهاش اير، فيها ليكويد، وبالتالي بتنقل الترانسميت هاي فريكوانسي ساوند. ده في حالات الالفيولار كولابس وسبيدنت برونكاي، ده معناه ان في بيتنت اير واي، انما البرونكاي هي الكومبريست. تاني حاجة بعلق عليها اللي هي الفوكال ريزونانس. يعني ايه الفوكال ريزونانس؟ زي التي في اف اللي احنا حسيناها في البالبيشن، بس دي بنسمعها بالسماعة، خليه يقول 4-4 بالعربي او 9-9 بالانجلش، وبحط السماعة وبسمع على الناحيتين وبقارنهم ببعض واشوف الدنيا اخبارها ايه. المفروض ان هو بيقوله بصوت واطي، يعني كأنه ويسبرينج، بيكلم نفسه، بس المفروض ان انت نورمالي بتسمعه. بس ممكن ما يبقاش واضح، يعني بتسمع ان في صوت بس مش واضح هو بيقول ايه بالظبط. انما لو كان الصوت ده عالي وواضح، فده ساعتها بسميه برونكوفوني. انما لو الصوت عالي بس الويسبرد ساوند ده لاودر اند ديستينكت، واضح بس على هيئه ويسبرينج، فده اسمه ويسبرينج بكتريوليك. والاثنين دول عباره عن ايه؟ انه في كونسوليديشن او في كافيتي او في حالات النيو سوركس. اكوفوني اللي هو يبقى فيها نيزل كواليتي، يعني كأن الاي بينطقها ايه، في نيزل تون موجود، ده بيسمع على الابر بوردر بتاع البلور الافيوجن او لو في لارج نيموثوركس. اللي بعلق عليها بعد كده هي الادفنتيشا ساوند، في منها الرونكاي، برونكاي اللي هي الويزيس اللي انا بنقول عليها، بس دي بتبقى في الاكسبيريشن لان الاير ويز نورمالي دايليت ديورينج الانسبيريشن، بتبقى نارو اثناء الاكسبيريشن، وبالتالي الانسبيراتوري ويزيس معناها ان في سيفير اير واي ناروينج، انما الويزيس بس. ففي السيفير اير واي اوبستراكشن الويزيس دي ممكن تبقى ابسنت اصلا، وفي reduced air flow producing silent chest، يبقى معاها silent chest. ولازم نفرق الويزيس عن الاستراتور. الرونكاي دي بنسمعها امتى؟ زي ما قلنا في الويزيس ان عبارة عن الاير بتعدي في نارو برونكاي، فبالتالي اول ما بتعدي في نارو برونكاي فبتعمل صوت او بتعمل vibration في البرونكيال، فده اللي بيدي الكاركترستيك.
تاني حاجة crepitation. crepitation دي الصوت التاني، يعني الويزز دي كانت musical sound انما دي non musical sound. دي عبارة عن crackles او ان احنا بنقول عليها فرقعة، فرقعة صغيرة كده بتسمعها، تحصل ملي اثناء الانسبيريشن. في ناس بتسميها ريلز، في ناس بتسميها crepitation. طيب ايه بتحصل ازاي؟ انه بيحصل ايه rupture of fluid film and or bubbles، عبارة عن bubbles بتحصل او يعني bubbles وبتفرقع، فده اللي بيسمعنا الصوت اللي هي مميز جدا للcrepitation. فدي ممكن تبقى coarse crackles او coarse crepitation لو هي موجودة في حاجة secretion كبيرة جدا، تمام، او ممكن تبقى فاين crepitation. يا اما بسبب ان بيحصل reopening او partially collapsed distant airway، يعني partially collapsed airway وبيحصل لها الكلاسيفيكيشن بتاعها بيبقى according to time وال intensity. يعني في منها بيبقى early inspiratory او mid inspiratory او late inspiratory او pain inspiratory او في كراكلز اللي هي كورس كرابيتيشنز اللي بتحصل اثناء الانسبيريشن والاكسبيريشن. يا اما بنفرقها او بنقسمها بالانتنسيتي ان احنا نقول فاين كرابيتيشنز يعني تبقى خفيفه قوي، يا اما ميديوم سايزد، يا اما كورس كرابيتيشن، يا اما في بابلنج كرابيتيشن دي في حاجة. من الادفنتيشال ساوند في حاجه اسمها بلور الرب. بلور الرب ده عباره عن جراتينج او سكراتشنج ساوند، بيحصل بسبب فريكشن للفيسرال والبرايتال بلوره. البلوره انا عندي منها فيها طبقتين فيسرال وبرايتال، فلما بيحصل فيهم انفلاميشن بيحصل فيهم فريكشن بيبيدوا صوت اثناء الفريكشن واثناء الموفمنت بتاع الريسبيريشن. ده لما بيكون في حالات انفلاميشن زي في حالات الدراي بلورز. نسمعه اكتر اثناء الانسبيريشن، ممكن اثناء الاكسبيريشن بيبقى كونتينوس. بسمعه احسن حاجه في اللور سايد بتاع التشست، ما بيتغيرش مع الكف، ملوش علاقه بالكف، وبيبقى عاده مع الناس دي بيبقى معاها شست بين، ولو خدت ديب بريسنج بيزيد البين وبيزيد مع البريشر.